انتي اختي اللي قلتي لي في التعليقات عافاك عطيني شي وصفه اللي تحيد لي الخطوط البيضاء او الخطوط الحمراء من البطن ديالي، راه عقدوني بزاف وما خليت ما جربت. غادي نعطيك وصفه سهله وبسيطه، وبغيتك دابا تنوضي ديريها وتردي عليا الخبر في التعليقات. والله العظيم الا غترحمي لي عليها الوالدين واي وحده شافت هاد لا فيديو هذا وكتعاني من الخطوط البيضاء او الحمراء في البطن ديالها، سواء بسبب الحمل او الولاده او نقصان الوزن، فهاد الوصفه هذه جربيها وشوفي واحد النتيجه راه غتصدمك. من اول استعمال يعني في 3 ايام الخطوط البيضاء غادي تنسيهم وللابد. هاد الوصفه هذه مجربه مني شخصيا، هي الوصفه اللي درت ملي ولدت درتها، وما كاينش يعني في البطن ديالي الخطوط ديال الولاده. هاد الوصفه هذه سر من الاسرار ديال شد البطن وازاله الخطوط البيضاء وكذلك الحمراء. غادي نبارطاجيها معاكم، وبغيتكم تخلوا لي التعليقات ديالكم، كذلك تخليوا لي اللايكات ديالكم الفيديو هكا باش يطلع التفاعل على طايح هاد الايام هكا باش تشجعوني، وغندعو على بركه الله. اول مكون كما كتشوفوا معايا اللي هو زيت الزيتون، راه كلهم مكونات متوفرين عندكم في المطبخ ديالكم. زيت الزيتون غناخدو واحد جوج معالق حتى 3 المعالق كبار ديال زيت الزيتون كما كتشوفوا معايا. من بعد غادي ناخدو المكون الثاني اللي غادي نحتاجو في هذه الوصفه، وهذه الوصفه عباره عن واحد الكريم غادي نحضروه غدهنوا به البطن ديالكم وزوين بزاف. غناخدو نص معلقه ديال زبده الشيا اولا لو بور دو كاريتي، نص معلقه كبيره، وغنضيفوها على زيت الزيتون كما كتشوفوا معايا في الفيديو. وكاين بزاف السيدات اللي صراحه كيعانيو من الخطوط البيضاء او الخطوط الحمراء يعني مور الولاده، تيكونوا دوك الخطوط يعني تيبقاو في البطن، وبزاف اللي ما كيتحيدوش ليهم. وهاد الوصفه هذه راه ساهله اللي عطيتكم، غير جربوها وغتشوفوا واحد النتيجه اللي زوينه والله العظيم الا غترجعوا للتعليقات وغتقولوا لي الله يرحم لك الوالدين، لان وصفه مجرباها انا وكنشارك معكم غير الوصفات المجربه واللي كنكون يعني متيقنه منهم. من بعد ما خلطنا ديك زبده الشيا مع زيت الزيتون، غناخذوا ثالث مكون اللي هو الزنجبيل او السكنجبير بودره كما كتشوفوا معايا. غناخذوا تقريبا ملعقه كبيره ونخلطوا مزيان هاد المكونات، نخلطوا المكونات جيدا. يتجانس لنا الخليط، كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. من بعد غناخدو خل التفاح، يعني ضروري يكون عندكم خل تفاح ماشي خل عادي، يعني خل التفاح ضروري. بالنسبة لخل التفاح غناخدو منه ملعقة كبيرة. خل التفاح حتى هو يعني مفيد بزاف لهاد الخطوط البيضاء، كيقلل لنا من دوك العلامات ديال التمدد، وعنده بزاف ديال الفوائد. كينحف لنا عاوتاني البطن الا كان عندنا الدهون متراكمه في البطن ديالنا. و الا كنتو جداد تنقول لكم مرحبا بكم في القناه، ما تنساوش الانضمام للعائله ديالنا من طبيعه الحال الا عجبكم المحتوى اللي كنقدم، وفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بكل جديد ان شاء الله. هنا بالنسبه للكريم ديالنا عطيوه شويه الخاطر وخلطوه مزيان وقدوا لي الوصفه مزيان، باش ان شاء الله ملي تجربوها تعطيكم نتيجه، وغالي ان شاء الله تعطيكم نتيجه وغادي تعجبكم بزاف، لان البطن الى عندكم فيه دوك الخطوط باينين بزاف و تيحرجوكم راه ما كيبقاوش. هذا هو الخليط اللي تحصلت عليه كما كتشوفوا معايا. من بعد غناخدو هنا العصير ديال الليمون اولا الحامض، غناخدو من طبيعة الحال تقريبا واحد الملعقة
كبيرة ديال عصير الليمون. كما غتشوفوا معايا فهنا بالنسبة لعصير الليمون تيجدد لنا الخلايا، تيقضي على العلامات ديال التمدد. يعني دارت دراسة اللي تبتات أن العصير ديال الليمون كيحتوي على عناصر يعني غنية بلا فيتامين جيم وهاء والزنك وبزاف ديال الفيتامينات اللي كتعمل على يعني تجديد الأنسجة و كتجدد لنا الأنسجة اللي يعني اللي مسؤولة على التمدد ديال الجلد. فهو مزيان بزاف. وهاد الخلطة هادي قلت لكم جربتها، يعني انا متيقنة منها وانا اللي درتها، اللي عطيتكم شي حاجة عطيتها لكم مجربة، وغتجربوها حتى نتوما وغتشوفوا واحد النتيجة اللي زوينة بزاف. درنا عصير الليمون كيف ما شفتوا معايا، يعني واحد المعلقة كبيرة هكا تقريبا. هذا هو الخليط ديالنا كما كتشوفوا معايا، كيجينا بهذا الشكل هذا. ودابا غندوزو للطريقه ديال الاستعمال ديال هاد الكريم. فبالنسبه للطريقه، غتاخدوا هاد الكريم وغتطبقوه على البطن ديالكم او لاي مكان، لان بزاف الاماكن في الجسم يعني كيكون فيهم هاد المشكل هذا ديال الخطوط البيضاء، ماشي غير البطن، يعني حتى الفخذين، حتى يعني الدرعوات، يعني بزاف الاماكن في الجسم كيكون فيهم هاد المشكل ديال الخطوط البيضاء. فغتاخدوا القليل من هاد الكريم وغادي تطبقوه على داك المكان، وغديروا حركات دائريه يعني بحال التدليك، حركات دائريه واحد 5 دقائق هكا، حتى كيتشرب لكم الجسم ديالكم هذاك الخليط او هذاك الكريم، وكتخليه مده ديال ساعه ديال المكانه، يعني ساعه فهو كينشف وكيتشربوا الجسم. ومن بعد كتغسلوه بالماء عادي، وهاد العمليه هادي كديروها كل نهار، يعني الوقت اللي نتوما يعني مسالين، الوقت اللي نتوما ما عندكم حتى شي حاجه تكونوا جالسين، غديروا هاد الوصفه يعني مره في اليوم. راه مدة 3 ايام ما كيبقاش ليهم الاثار، يعني ما كيبقاوش. وصفة زوينة، غير تبعوها وتتلقاو ان شاء الله النتيجة اللي غتبان لكم مزيانة، يعني ما يبقاوش. ونتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفة هذه، لان فعلا فعلا يعني كتعطي واحد النتيجة زوينة، وقلت غادي نشاركها معكم بما انني جاني واحد التعليق ديال واحد المتتبعة، وقلت غادي نشارك معكم الوصفة. وكنلقى بزاف صراحة ديال التعليقات، ماشي غير تعليق واحد. ونتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه هذه. لهنا نكون وصلت نهايه الفيديو. هنا اللي بغيت نقول لكم باش ما ننساش، بالنسبه لهذا الخليط هذا او لهذا الكريم، راه ممكن ديروه في واحد القرعه ولا في اي حاجه، وتكون غير شي حاجه تكون كتسد، وتحتفظوا به وتبقاو كتستعملوه، يعني غير ما ديروش كميه كثيره، وغير كميه يعني كما درت انا كما كتشوفوا معايا، وغتبقاو تستعملوه حتى يسالي. يعني ماشي كل مره غتحضروا الوصفه، لا غتحضروها يعني غير مره هكا في الاسبوع. وهذا الشيء اللي كاين بالنسبه للكريم، ممكن تحتفظوا به في الثلاجه او لا تحتفظوا به يعني غير في الباب ديال الثلاجه هكا، وتبقاو كتستعملوه. وهذا ما كان، اللي بغات تسولني شي حاجه تخلي لي في التعليقات ان شاء الله نجاوبكم. تهلاو ليا في راسكم بزاف بزاف، وغنتلاقاو ان شاء الله مع وصفه جديده ومع فيديو جديد. ومع السلامة.